وصلنا مشاهدينا للقسم الاخير من محطتنا لليوم من البرنامج. مشاهدينا، سبور من دون دايت ما بيكتمل، والعكس صحيح، لانه اثنيناتهم بيكملوا بعضهم. اليوم بنستقبل كوتش ايلي ابي جديد اللي هو حائز على ماستر بالفيزيكال ادوكيشن والفيزيكال بريبريشن. اهلا وسهلا فيك ايلي. واكيد بنستقبل غيدة عبد النور، اخصائيه تغذيه متخصصه للرياضيين. اهلا وسهلا فيكم. بدايه لما بنحكي دايت تريننج بنقول حدا ناصح بده يضعف. اليوم بدنا نتناول موضوع الاشخاص اللي بيكونوا اوفر سكيني، ضعف زياده عن اللزوم، حابين يحصلوا على شيب حلو. هل اخصائيه التغذيه هي بس مخصصه للاشخاص اللي بدهم يخسروا وزن؟ اولا مثل ما قلت انت، كل عالم بتفكر انه بس تروح عند اخصائيه التغذيه هي شخص بده انه كرمال تضعف. ابدا، الشخص بده يكبر. اكيد نحن وقت عم نحكي انه ننصح، عم نحكي عن ننصح كتله عضليه مش ننصح دهون. الشخص اللي بده يكبر هالكتله العضليه مثل ما عايز كوتش كرمال يمرنه ويساعده، عايز اخصائيه تغذيه كمان تكمل هيدا الشيء وتساعده يكبر الكتله العضليه ويرمم وتعطيه الطاقه تقدر يعمل التمرين على الماكسيمم تبعه. هلا الاشخاص الضعاف يلي حابين ينصحوا بدنا نقول لهم نيالكم، هيدي نعمه انتم عايشين فيها، لازم تعرفوا قيمتها. بس اذا حابين انه ينصحوا كوتش، لازم يعملوا سبور؟ اكيد. او السبور بيساعد؟ يعني كثير ضروري يعملوا سبور، بس اكيد في له بروجرام خصوصي لهذا الشيء. بس حتى كمان لو عملوا البروجرام اللي عم بحكي اللي رح احكي عنه بلا ما يكون في غذاء كثير كثير صح، ما بياخذ نتيجه 100% الشخص. شو هو النظام يلي لازم يتبعه شخص ضعيف يلي حابب انه يزيد الوزن؟ مزبوط. اول شيء اذا بدنا نحكي شخص بعده مبلش مثله مثل غيره، اول شيء بده يقلع بطريقه ببروجرام خفيف وسهل تيقدر يكون عضلاته تعودوا على الاوزان. لمده قد ايه؟ حسب قد شخص. اذا كان عم يتمرن ورجع بلش، موقف ورجع بلش، واذا كان واحد موقف على الاخير. بس مبدئيا يعني 3 اشهر 6 اشهر 3 اشهر 4 اشهر مينيموم بده يكون عم بيحضر حاله مزبوط. أوكي. كرمال المفاصل، كرمال العضلات عم يتعرضوا لشوك جديد بالجسم تيكون ريدي يتحمل. ليه؟ لانه البروجرام لتكبير العضلات، لو واحد يكبر عضل مثل ما قالت، مش يكبر، مش ينصح وزن. فات نعم، يكبر الحجم. هو بده يتعرض العضل لشوك كتير قوي من الأوزان، بيقولوا بنقولها بالإنجليزي أوفر ريتشينج، يعني بده يوصل بالأوزان تقريبا الماكسيموم 70-80% من الأوزان اللي قدر يتحملها. فهالعضلة بعد فترة معينة، بس إذا هو ضعيف قادر إنه يحمل؟ حكيت عن فترة تحضيرية. هلا قلت في فترة تحضيرية 3 أو 4 أشهر مينيموم، وكل واحد على قد ما بيقدر. ال 70% 80% تبعي غير تبعي غير تبع غدا غير عفاف، كل واحد شيء. سو بده يطلع تدريجيا لا يقدر يوصل للعضل تكبر. بس في شغله كثير كثير مهمه، انه ما حدا بيتوقع من انه يزيد وزن او يزيد الفوليوم تبعه المسكولار بظرف 2 أو 3. القصه بدها سنه وبدها سنتين كمان ستيموليشن دائما دائما مع ريكفري كثير منيحه. يعني حتى البروجرام تنعتبر بيمشي فيه 3 اشهر بنقول له سترينث تريننج او ماكسيموم سترينث تريننج، ما في بقي يضل اكثر من 3 أو 4 اشهر فيه، مضطر يرجع يعمل رياحة من بعده. هي هي الريكفري اللي عم تحكي عنها إلي، يعني لازم يعمل ريكفري بيريود. كنت عم تحكي يعني كيف لأن العضلة بتتعب كتير. أوكي، بعد قد ايه يعني تقريبا؟ يعني 3 أو 4 اشهر ما لازم يضل. قد ايه ريكفري بتكون؟ بتكون تقريبا شي شهر شهر بكون مش اكثر. بس بكون عم نعمل تونينج، يعني بكون عم الاوزان بتخف شوي لانه بدها العضله ترتاح تعطي نتيجه منيحه، بس باراليل مع أوكي. الاكل المنيح. غيدة، بنرجع لعند غيدة. مثل ما بقول كوتش الي انه نحن بدنا طاقه زياده، نحن عم نعمل اوفر ريتشينج بالتريننج، يعني نحن بدنا طاقه اضافيه. مزبوط. شو بتاخذي بعين الاعتبار عند الصبيه او الشخص لحتى نعطيه هيدي الطاقه لحتى يمارس هالنوع من الرياضات؟ هو اول شيء لازم نركز عليه مع مين عم نتعامل ومع اي نوع جسم. قبل ما افكر انا كيف بدي غذيه، في عالم مثل ما اول شيء تنكبر كتله عضليه، برجع بعزز شو قال، هذا الشيء كثير صعب. في عالم بتاكل 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 وما بتنصح. في عنا انواع اجسام ما رح فوت فيهم ان ديتيلز، اكتومورف مثلا وميزومورف. الاكتومورف هو شخص بياكل بياكل ما بينصح، هذا الشخص بهمني اعرف انا مين هو، انه اذا يعني
إذا جسمه هو بهالطريقة أنا أقدر أعرف شو الهدف اللي رح أحطه معه. هذا الشخص بحياته ما رح يوصل لأوزان، يعني مش لأوزان، لا يعني ما رح يكون حجم كبير، مش رح يكون شخص كثير ضخم مثل ما منشوف هون. أول واحد بيكون الأكتومورف اللي هو قد ما تدرب مش رح يصير شخص كثير كثير كثير. ليه بيكون الماس مسكولار عنده صغيرة يعني؟ أو الماس مسكولار صغيرة والديفلوبمون تبعها بياخد كتير وقت، يعني اتجنتكلي هيدا الشخص مش راح يصير مثل غيره، يعني ميتابوليزم كتير عالي ولا مش بالضرورة؟ مش بس ميتابوليزم عالي، مش هيك بعده ضعيف بس مش بس ميتابوليزم عالي، كمان المص الماس تبعه ما يعني ما فيها تكبر، ما بتخزن، مش ما بتخزن، ما بتكبر exactly. الفوليوم ما الا اذا اخذ اكيد خضع على طرق غير صحيه وغير محبذه. هون بتعملي فحص، يعني الشخص بيخضع لفحوصات لتعرفي كيف بدك تمشي معه من اول الطريق. مزبوط اكزاكتلي هون بنكون عم نعمل نحن البادي كومبوزيشن تيست اللي هو الاساس، نحن نكون عم نتاكد انه هذا الشخص اللي عم بينصحه هو عضل مش دهون. هذا البادي كومبوزيشن تيست مثل ما شايفين كيف بيصير، يعني اي متى الواحد بيروح ليخضع للبادي كومبوزيشن؟ لازم يكون قد ايه مش اكل؟ اكيد لازم يكون اتليست 3 ساعات مش اكل، هيدا على الاقل تما يطلع في عنا نسبه دهون عاليه اللي هي موجوده بقلب الدم. يعني ممكن نتغدى نرجع لعندك مثلا على بعد الظهر 5 اكيد لا تنفهمها هيدي، لازم ننطر اذا تغدينا على 12 بيجي بنعمل بادي كومبوزيشن تيست على الساعه 4 لتسي اوكي، نقطع 3 ساعات ساعتها بنشوف اذا نحن في عنا نسبه دهون عاليه او نسبه عضل عاليه، شو لازم حسن شو لازم زبط. كوتش لي اصعب الشخص يكسب وزن من انه يخسر وزن؟ أنا برأيي أنه إذا بده يزيد العضل أكيد أصعب. أصعب لأنه عم بتقول غيدا أنه عنده ماس مسكولير معين ما فينا نكبره، يعني هون كيف بدنا نشتغل بالطريقة؟ هذا بدي رح فسر بس شغلة كمان، لازم ما لازم نطلع على شخص سكيني أنه هو مثل ما قلنا أنه عنده أقل عضل من شخص تاني، لأنه عنده ميزات كمان الشخص الضعيف، لأن إذا بدنا ناخدها كألعاب معينة إذا منشوف مثلاً اللي بيركضوا سبرينت بكونوا هن عندهم الفوليوم مسكولار كتير كبير، صحيح. اللي بيركضوا المسافات الطويلة منشوفهم هن رفع، والعكس ما فيهم يعملوا، يعني ما في الشخص اللي عنده ماس مسكولار كتير عالي يقدر يعمل هيداك شو عم بيعمل. هذا عم نحكي عن الرياضيين إلي. إيه من هيك عنده ميزة، أنا بقصد ما لازم نطلع عليه كشخص ضعيف، بالعكس اللي هو الماس بس يعني وزن العضل عنده أقل، عنده طاقات يعني بس في طاقات كتير مهمة، صح. لو مزبوط. أنه ضعيف مزبوط وأنا كمان برأيي أنه الشخص اللي ضعيف وبيكسب عضل بيعمل فورم أحلى، بنشف جسمه كبيرة. أكتر بس عند الصبايا هذا شيء يعني محبذ عند الصبايا؟ لا أكيد حسب أهدافه هون كيف بتساعديه، يعني مثل ما بيقول بنشف، هيدا التعبير بيعتمدوه المدربين بهالطريقة. نحن منكمل بعض منحط الأهداف سوا، بنعطي فات زيادة، شو بنعمل؟ نطلع على البادي كومبوزيشن نشوف هل هي عندها نسبة كتلة عضلية مثلا واطية، نتفق أنا وياه بنانا الصحة لتسي 3 كيلوغرام عضل، على هالأساس بنبنى البروجرام وعلى هالأساس بنبنى النظام الغذائي اللي بدنا نعطيه اياه للبنت، يعني ولا هو بيعتمد سريعا بليز اذا امكن غدا على شو هيك نوصون سريعه الفات اللي بدنا نزيده على الجسم مثل شو مثلا؟ ما فهمت سؤالي. الفات اللي بدنا نزيده على الجسم لحتى نكبر الماس مسكولير او الشيء ما فات، هيدي هي يعني هي مش فات، هي نظام غذائي متكامل فيه بروتين نشويات ودهون ونسبه لكل شخص، وكل شخص غير عن غيره، مش بنسأل حيال لحدا، كل واحد حسب وزنه حسب طوله جراماج تبعه والكمية اللي عم نعطيها بتختلف عن غيره، وحسب أكيد يعني سنادا للبادي كومبوزيشن يلي أكيد نحن هيدا هي الفولو أب تبعنا والدعم. أوكي إلي سريعا قبل ما نختم، الشخص يلي بده يحصل على شيب مطلوب مثل ما عم نحكي هلأ قدي بده يأخذ وقت تمرينات وقدي بتختلف من ستيج لستيج؟ إيبرتروفي ما بعرف سريعا إذا بنحكي عنهم. مزبوط الإيبرتروفي هي سترينث ترينينج اللي حكيت عنها، إذا واحد عم نحكي دائما أنا بقول إذا نبلش من الصفر بده ينطر لفترة سنة لسنتين تياخذ نتيجة لك عن الموضوع اللي نحن عم نحكي عنه. كوتش إلي أبجي شكرا لكم، غيدة عبد النور أكيد أهلا وسهلا فيكم، هيك عطيتونا فكرة أنه الأشخاص اللي بضعاف بيقدروا يحصلوا على جسم كتير مثالي استنادا لترينينج معين ولنظام غذائي كتير مهم أنه نتبعه. أهلا وسهلا فيكم وموفقين. مرسي يا هلا.